وكان اللاعبين دايرين مشكل كبير. نعم صراحه انه ما اي مدرب تيجي فهم تيحاولوا يضغطوا عليه، والمشكل اللي هو كبير هو لما تيكون وكيل لاعب عنده خمسه ديال اللاعبين مع المنتخب، ومنهم اللي كيبغي الخمسه ديال اللاعبين كلهم يلعبوا، ولما يبغي ولا يفرض، ولما المدرب نعم. يلعب غير واحد ولا جوج وحتى دوك ثلاثه اما عندك تحتيات او لا برا الليسته، شوف ماذا يقع، التمرد ما هي الاتصالات اللي كتوقع ما بين كذا وكذا 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 وكذا. زياده مع الاسف، مع الاسف انه مجموعه من الصحفيين تيشتغلوا مع هاد الوكلاء ديال اللاعبين، اللي كتحصل لاعب مع الاسف، مع الاسف لاعب في ظرف ديال خمس سنين ست سنين لم يقدم شيئا للمنتخب الوطني، وكل مره تيدير غير رفعه، تيدير غير رفعه، تيدير غير سونتراج، سونتراج في شي ماتش تيماركي واحد اخر، تيكتبوا عليه خمسه ديال الصفحات، ثلاثهم تيكتبوا عليه لانه دار سونتراج، دار سونتراج، كيكتب عليه فلان وفلان 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 وفلان. هذاك الشيء واضح، شوف الناس اللي فاهمه واضحين، عارفين الامور، عارفين اللاعبين اللي كيلعبوا على مستوى كبير وعندهم اخلاق طيبه، وعارفين اللاعبين اللي كيرجعوا للمنتخب استنادا لها صحفيين والوكلاء ديال اللاعبين ديالهم، هذا الشيء معروف. ومع الاسف حنا كثير من الاشخاص ما تيبغوش يتكلموا على هذه الامور. انا تنظن راه المشكل الكبير في المنتخب، وهذه هي الجمله اللي ربما خاص تنتمنى ان الناس يسمعوها، والناس المسؤولين ياخذوا بها. انا تنظن انعدام ضوابط في المنتخب هو اللي خلى الكره المغربيه كترجع للوراء. شكون كيتحكم في الضوابط حسين؟ الضوابط اللي كيحطها، شكون اللي كينزلها؟ الضوابط كيف جميع المؤسسات في النوادي كاين ضوابط. هو المدرب تيدير ضوابط، نعم المسؤول تيدير ضوابط، وهنا كتبقى الا بغى الجمهور يتبع مرحبا، الا بغات الصحافه تتبع مرحبا، الا ما بغاوش مشكل ديالهم هذاك. انا كاين ضوابط للمنتخب، اللاعب تيخصو يعرف ما له وما عليه، والمدرب خصو يعرف ما له وما عليه، والصحافه اللي كانوا عندهم هذيك الغيره الوطنيه فتيخص اي قرار تخاد في اي لاعب فخصهم يمشيو معاه الا كانوا بغاو المصلحه ديال الكره. الا كان كل واحد او ذاك وكيل الاعمال تيشوف مصلحته هو، وتيشوف خاصو يجيب واحد اللاعب ويلعب واحد الماتش باش يبيعوا لواحد الفرقه لانه اصبح لاعب منتخب وليس لاعب فريق عادي، لانه كاين فرق هناك في العقود، وهذه الاشياء يعني معروفه. مع الاسف انه الضوابط للمنتخب لا توجد ضوابط، يعني عندنا بعض اللاعبين تيختاروا المقابلات، لما تكون عندنا مقابله حنا في شهر 6 وشهر 7 وشهر 8 لما كتكون درجه الحراره فايت 40 ما يمشيش يشارك يلعب في توغو وفي مالي وفي لا كوت ديفوار، اما عنده كذا مريض ولا فلان مريض ولا هذا مريض ولا كذا ولا يعني توقيت، وهذا الشيء انتم عارفينه، انتم عارفينه مع الاسف الصحافه عارفينه. الحسين عموسى هنا اي جنسيه